بيتفرج النهارده ما هذا ماتش دولي، الواحد قاعد بيتفرج النهارده يعني صحيح. هل عمرو السوليه ده ما يلعبش في المنتخب؟ هل انا اسف يعني ان انا بطلعكم بره جو الفرحه رمضان. لا. نرجع مره ثانيه لجو الفرحه. واحد من نجوم الاستوديو التحليلي خلال موسم بالكامل الحقيقه، زي ما قلت لحضراتكم تعبنا، تعب مع حضراتكم او مع الجمهور خلال الفتره اللي فاتت، وايضا في الوقت اللي كان بيبقى يجب انتقاد لاعبي النادي الاهلي كان بيتم انتقادهم، ولكن في وقت الفرحه ايضا هنفرح مع جمهور النادي الاهلي ومع لاعبي النادي الاهلي النجم اسامه حسني. يا اسامه اسلام، ببارك لك طبعا الف مبروك، ببارك لضيوفك الله يبارك. انت النهارده كنت في الاستاد؟ ها كنت في الاستاد النهارده. طب قول لنا بقى اللي حصل النهارده ايه، والف مبروك يا اسامه. اول حاجه ببارك طبعا لضيوفك الشاعر شريف عبد المنعم، خلاص مش هقول شريف عبد المنعم، اقول الشاعر شريف عبد المنعم. والله انت لو معانا هنشعر فيك اكتر واكتر. والله الف مبروك كابتن محمد حشيش والهداف الكبير احمد بلال. الله يخليك يا اسامه، مبروك يا اسامه، مبروك. عشنا مع بعض يا كباتن في الاستوديو، والدوري ده عشناه لحظه بلحظه. لعبنا المباريات كلها مع بعض داخل الاستوديو. الحمد لله النهارده فرحه كبيره طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. اصعب دوري زي ما كابتن حشيش كنت بسمعه من شويه في تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله مليء بالبطولات، لكن ده اصعب دوري مر على النادي الاهلي. لكن انا كاهلاوي شرفني ان النادي الاهلي وهو بيحصد الدوري 41 بيتمسك بمبادئه اللي تاسس عليها النادي الاهلي من سنه 1907. مفيش لحظه بعد كابتن محمود الخطيب، وانا بذكر كابتن محمود الخطيب ان الراجل ده فعلا استحمل كتير كم ضغوطات كبيره جدا، ولكن عشان هو اتربى جوه النادي الاهلي قاد سفينه النادي الاهلي بمبادئ النادي الاهلي وبسلوكيات النادي الاهلي عمرها ما نقصد يعني اي حاجه خالص. النهارده الفرحه كبيره جدا يا كابتن اسلام، طبعا بهني مجلس اداره النادي الاهلي كلهم. النهارده كان شعورهم ايه يا اسامه؟ برضو انت كنت في الملعب، يعني كان الكابتن محمود موجود، وكان اعتقد الاستاذ العمري كان موجود برضو، يعني اشرح لنا برضو او قول لنا ايه اللي حصل النهارده برضو. كل مجلس الاداره النهارده كان موجود. الحمد لله، يعني تحس من بدايه المباراه رغم ان طبعا فريق المقاولين فريق كبير وفريق محترم وعنده جهاز فني محترم، لكن الحمد لله تحس ان النهارده يعني في ثقه. ثقه في الله وثقه ان النادي الاهلي النهارده عندك فرصه مش هتضيع. كما كان بيهيئ لها البعض ان النهارده الاهلي يتغلب او يتعادل، لكن الحمد لله اللعيبه النهارده كانوا رجاله جدا. بشكر كل لعيبه النادي الاهلي صراحه اللي ساهموا في هذا الانجاز على مدار موسم طويل، لعبوا في ظروف صعبه في ضغط مباريات صعب جدا على اي لاعب في العالم انه يلعبوا. كانوا في وقت من الاوقات بيلعبوا كل 48 ساعه، مظبوط، شهر اثنين يعني كانهم يعني الات بتلعب في الملعب، لكن كانوا على قد المسؤوليه. نشكر الجهاز الفني طبعا النهارده، والجهاز الفني القديم برضو، كل الناس اللي كانت موجوده وكل الناس اللي شاركت في هذا النجاح بنشكرهم وبنهنيهم طبعا. والفرحه الاكبر طبعا اللي احنا شفناها النهارده في الملعب كانت لجمهور النادي الاهلي. حاجه صراحه تفرح. الف مبروك. اتمنى النهارده برج العرب يكون اتمنى يكون موجود النهارده 120 الف اهلاوي يكونوا موجودين في هذا يعني الفرحه وتتويج النادي الاهلي للدوري. موجودين في الشوارع وموجودين في كل البيوت. البلد كلها فرحانه وبتلف. يعني الفرحه كمان مش في القاهره بس يا كابتن شريف، الفرحه لو نزلت المحافظات ونزلت كل الكرة ونجوع مصر هتلاقي الاهلاويه اللي بيحتفلوا دايما ببطولات النادي الاهلي وخاصه النهارده ببطوله الدوري. انا كاهلاوي اكتر حاجه مفرحاني في هذا الدوري مش مجرد ان النادي الاهلي خد بطوله، النادي الاهلي الحمد لله مليء بالبطولات، واي نادي محتاج سنين كتير عشان يحصل النادي الاهلي، لكن اللي انا بسطني جدا ان النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب تمسك بمبادئ النادي الاهلي اللي من سنه 1907 تاسس هذا النادي على هذه المبادئ. ده اللي مشرفني وفرحني ومفرحني انا كاهلاوي ان النادي الاهلي فضل محتفظ بمبادئه رغم كل الظروف اللي حصلت. النادي الاهلي ما تخلاش خالص عن مبادئه، وده درس للناشئين وللاجيال اللي جايه والاجيال اللي فاتت ان ازاي النادي الاهلي بيدار. كان في قرارات قويه جدا، قرارات هتظل في تاريخ النادي الاهلي هتدرس لكل الاجيال اللي جايه في هذا الدوري. النهارده الدوري ده مش مجرد فرحه وانت بتكسب دوري وتكسب ماتشات وتكسب نقط، لا، زي ما بقول لك دي فرحه كبيره جدا. بهني عشان ما اطولش عليك يا كابتن اسلام، بهني ضيوفك الكرام اللي كانوا معانا على مدار الموسم الكامل، كنا في كل وقت بننتقد النادي الاهلي حتى لما في سلبيات كان دايما شاشه النادي الاهلي
واستوديو النادي الاهلي وملعب الاهلي كان دايما منبر للاهلاويه، كنا بنتكلم دايما بمصداقيه، لما في سلبيات كنا بنتكلم بمصداقيه وبننشر السلبيات وبنتكلم عن السلبيات، ولما كان في ايجابيات كان بنتكلم عنها. عمرنا ما طلعنا في قناه لا اسامه انت عارف قعدنا نطبل على الفاضي والمليان، لا انت عارف ان كان في بعض الاوقات كنا بننتقد، ولما في ايجابيات كنا بنتكلم فيها، كان في بعض الاوقات بيبقى هناك ايجابيات ولكن كنا بنسكت علشان خاطر بيقول لك ايه يعني اهدى شويه لغايه لما نشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه ايه. فكنا بنتكلم اكتر كمان عن السلبيات، وانا عمري ما انسى الحقيقه حلقه يعني مباراه كانت صعبه جدا علينا كلنا كاهلاويه، ولكن كلامك وكلام بلال في ذلك الوقت وكابتن شريف اعتقد او كابتن حشيش مش فاكر كم مين اللي معانا، اعتقد ان هو اسلك كثير من او حضراتكم قلتوا كل الكلام اللي كان المفروض يتقال، وبالتالي دائما ملعب الاهلي بوجود حضراتكم وبوجودك وبوجود جميع النجوم الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي دائما شرف ليا الحقيقه ان انا اتواجد في مثل هذا الكباتن او مثل هؤلاء الكباتن الكبار الحقيقه. فانا بشكرك جدا يا اسامه، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هيبقى افضل وافضل وافضل خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، شكرا كابتن اسامه حسني. هنحاول طبعا نجيب لحضراتكم كل نجوم التحليل للنادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانهم بالفعل يستحقوا كل الثناء كل